السلام عليكم الخوت، اليوم كنتواجدوا بسوق القريعه بالدار البيضاء يوم الاحد باش نتعرفوا على جميع الازمنه ديال الطيور. ما تبخلوش علينا الخوت بزر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الخوت كل جديد، وشكرا وفرجه ممتعه. ودائما على نغمات اتينا السلام عليكم خويا رشيد، بخير لاباس عليك؟ هاني سي عزيز. السلام عليكم، كنشكرك على الاستضافه ديالك، جيت عندنا لسوق القريعه. مرحبا بك والف مرحبا، مرحبا بالمتتبعين ديالك داخل المغرب وخارج المغرب. كنشكرك بزاف السي عزيز. باش كتعجبني السي عزيز، كتجي مع البراد، كتقول لي بان المتتبعين ديالك محتاجين رؤيه الكيكه. كنجيو مع البراد ديال السي عزيز. مرحبا والف مرحبا الطوال هذا السي عزيز. هل من سؤال السي عزيز؟ سي رشيد، بغيناك تكلم لينا على هاد المصاص هادو، الله يجازيك بالخير، حيتاش لقيتهم في السوق ما شاء الله، الله يبارك. بغيتك اخ رشيد تكلم لينا عليهم. كنشكرك على السؤال، سؤال تماما في محله. بصح سي عزيز، هاد المصاص اللي سولتينا عليهم اللي بانوا اليوم الصيف راه كامل ما بانوش مصاص. لحقاش راك عارف الصيد راه كثير والمقنين بدات كتقل، ونصاص باش يولي نصاص مسكين في الخلا ما يخليوش. هاد الاولى نصاص دابا راه بحكم الحال سخون، دابا الطير كيطير من العش ديالو، الحال سخون من العش كيطير راشم. او عندنا اليوم واحد جوج ولا ثلاثه، كانوا عندنا شي جوج ولا ثلاثه اللهم بارك، نصاص ملاح. وبعنا شي اخوان شي نصاص في المحل اللهم بارك، زوالين بحال نصاص بحال القرا في الطربيه، ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. كل واحد اش كيعشق، هو كتبقى الفرق في العشق ديالو. واحد كل كيعشق يربي نصاص كيتخيل فيه شي اوامر، وكل كيعشق يربي القرا كيتخيل فيه هو شي اوامر. كل واحد شنو عشق، هي الاولى عاشق، كل واحد شنو عاشق، وكل واحد كيمشي على الحب ديالو، حتى واحد ما تكلف عليه شي حاجه باش الامور كدوز مزيان. السي عزيز اخي رشيد، هادو نتيوات، هادو ما شاء الله كيبانوا بحال الذكوره، ولكن هادو نتيوات يا سي عزيز، هادو كلهم نتيوات اللهم بك بيني بحال الذكوره. انا نقول لك نتيوات عندهم الموسطاج، ها الله يبارك، ها هو مثلا صديق هاديك راه نتيوات، نتيوا صفريه اللي كدير ديال الموسطاج كيبان كحل، واش كاع سقط بان الطير، ها نتيوات اللهم بارك مليحه. مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بالمتتبعين ديالك داخل المغرب وخارج المغرب. كنشكركم، هديه من سوق القريعه عبد البريد والستاي، جميع المتتبعين ديالك السي عزيز داخل المغرب وخارج المغرب، وكنشكرو وعطله سعيده لجميع الجاليه المغربيه اللي دخلت البلاد، عطله موفقه ورجوع ان شاء الله موفق، ونتمنوا لكم الخير وطريق السلامه في المجيء او في العوده، الله يجيبكم على خير والله يديكم على خير. كنشكر الجميع وتحيه طيبه. كنشكرك بزاف اخي رشيد على النصائح المهمه اللي عطيتينا، وشكرا جزيلا. ما شاء الله الخوت والطيور في قمه روعه عند اخ رشيد، وشكرا شكرا الاخ رشيد، شكرا جزيلا. لحظتك زكريا فين؟ في دوبليا ان شاء الله، الله يبارك الخوت. خليه يا عشاق الخوت، كاين هاد العشيه شاخوت ديال المقنين
السلام عليكم الخوت. اليوم كنتواجدوا عند الاخ عبدو الحسون صاحب قناه عبدو الحسون الخوت. ما شاء الله الطيور الخوت في قمه الروعه. اللي بغى شي حاجه الخوت يدخل عند الاخ عبدو الحسون القناه ديالو. انا عنده طيور في قمه الروعه ما شاء الله وفرجه ممتعه الخوت. السلام عليكم. السلام عليكم اخوان، تحيه طيبه. بالنسبه للقياسات اللي كاينين اليوم ان شاء الله، كاين الوطيوط هذا راه ودلاش تبارك الله اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديالو راه 600 درهم. كاين هاد التيوا هادي راه ديال الحداد، تيوا راه زوينه ضاربه جوج بدالات تبارك الله، الثمن ديالها 200 درهم. وبالنسبه للقرع راه كاينين قياسات زوينين الاخوان ديال الخنيفره، قياسات مخيرين. يبغى شي حاجه راه مزونين ناضي، راه عندنا تقريبا شهير وصل. بالنسبه للثمن راه 150 درهم غريش. بالنسبه للحدي حدات راه كاينين قياسات زوينين تبارك الله اللهم بارك. كاين الاخوان هاد الغراب هذا راه ودلعش، راه غراب راه ودلعش تبارك الله مرود وكلش. اللي بغى يتولع معاه راه مرحبا. بالنسبه للثمن راه 1000 درهم. واش اول مره تاع تعمل ديال الحداد تا هو مره 830 درهم. دابا غنقول انسان انا واحد لا 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 هذا الحداد هذا راه قديم، هذا راه شي 4 شهور الثمن ديالو 200 درهم. كاين هذا الهزار هذا تا هو اخوان، هزار تبارك الله راه عنده 3 سنين. بالنسبه للثمن ديالو راه 600 درهم. بالنسبه للحدا حد راه كاين تقريبا من 150 درهم وغادي طالعه حتى 400 500 درهم. هذا البوه الفاسي هذا حتى هو راه قديم تبارك الله وكله، الثمن ديالو 350. هذا الوليد ديال الوطوار بالنسبه للثمن راه 350. المهم راه كاينين بياسات زوينين. بالنسبه للمغربات كاين المقنين، اي حاجه بغيتوها راه كاين الاخوان. ومرحبا بالجميع وتحيه طيبه. بالنسبه للنمره نخليها لكم 0612 56 58 58. ومرحبا بالجميع.